بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التيمين، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. مرحبا بالشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. في لقائنا هذا نود أن نعرف ما هو النسك وعلى ماذا يطلق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النسك يطلق ثلاثة إطلاقات، فتارة يراد به العبادة عموما، وتارة يراد به التقرب إلى الله تعالى بالذبح، وتارة يراد به أفعال الحج وأقواله. فالأول في قولهم فلان الناسك، أي عابد لله عز وجل، والثاني كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويمكن أن يراد بالنسك هنا التعبد فيكون من المعنى الأول، والثالث كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله فيذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذا هو معنى النسك، وهذا الأخير هو الذي يخص شعائر الحج، وهو أي النسك المراد به الحج نوعان، نسك العمرة ونسك الحج. أما نسك العمرة فهو ما اشتمل على هيئتها من الأركان والواجبات والمستحبات، لا يعني يحرم من الميقات ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق أو يقصر. وأما الحج فهو أن يحرم من الميقات أو من مكة إن كان بمكة، ويخرج إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى مرة ثانية، ويطوف ويسعى ويكمل أفعال الحج على ما سيذكر إن شاء الله تعالى تفصيلا. نعم. إذن هذا